الحاجه اللي انا عايز اقول لكم عليها وهي الحقيقه حاجه اسعدتني جدا امبارح لما زمايلي في الوزاره شاركوني فيها، هي ان العالمين جالها عدد كبير قوي من الجنسيات السنه دي. حد يقدر يقول لي نتوقع كم جنسيه زارت العالمين السنه دي؟ بس مش الناس اللي انا قلت لهم. ساعات سفير الكويت عمال يضحك لانه كان هيقول، بس انا اللي قايل له على فكره ما بتسمعوش منه. تفتكروا كم جنسيه؟ حد يقدر يقول رقم؟ يا جماعه ابتكروا، علوا صوتكم. 20؟ مين يزود؟ انت غشاش. لا هما 104 فعلا، بس حد غششك على فكره، ومش عارف سفير اني دوله اللي غششك الحقيقه النهارده، فمش عارف. 104 جنسيه على فكره، ده انجاز كبير قوي لو تاخدوا بالكم. 104 جنسيه، يعني انت في 104 دوله حصل في word of mouth، هتتسمع عن المكان وتنقل عن المكان خبره معينه سواء كانت ايجابيه او سلبيه، وانا متاكد انها هتكون خبره ايجابيه ان شاء الله. السياحه المصريه، بقول لحضراتكم احنا السنه دي عندنا رغم كل التحديات الجيوسياسيه، ويمكن حضراتكم شفتوا من يومين بعد حادث معين ايه اللي حصل في البورصات العالميه، وايه اللي حصل على مستوى العالم كله، والخسائر اللي حصلت في عده دول مختلفه واثرت علينا بشكل بسيط جدا او طفيف جدا، بس الحمد لله مصر قادره انها تلاقي طريقها في وسط المشاكل الجيوسياسيه والمشاكل الاقتصاديه اللي موجوده في العالم وحوالينا بشكل مباشر. لما نيجي نبص نشوف حوالينا من جميع الجوانب هنلاقي ان احنا عندنا تحديات كتيره جدا، والحمد لله وبفضل يعني حكمه القياده والمجهودات الكل من اول اصغر واحد في الشعب الى اكبر واحد، التكاتف ده هو اللي مخلينا نوصل للقدره على ان احنا نتعايش مع الصعاب اللي موجوده حوالينا. الحقيقه السياحه في تقدم السنة دي رغم كل التحديات، احنا عندنا زيادة تقريبا في كل شهر بتزيد 5% 6%، وهو رقم مش بطال، كنا نطمح في أكتر من كده. رؤيتنا الحقيقة هتتغير وهنعمل حاجة هتكون طليق بينا. مصر من أكثر دول العالم من حيث التنوع أو إمكانيات التنوع السياحي. يعني إيه؟ عندك أنماط سياحية كتيرة جدا موجودة بحكم واقع مصر الجغرافي وما تملكه مصر من إمكانيات، سواء كانت سياحة ثقافية، علاجية، بيئية، غوص، الآثار الإسلامية، الآثار القبطية والمسيحية، الآثار الرومانية، قلاع من أيام الدولة، يعني عندنا تنوع كبير جدا في الأنماط السياحية. فرؤيتنا من هنا ورايح، وده يعني آخر ما استقرينا عليه، هو أن نكون نمرة واحد في العالم من ناحية تنوع الأنماط السياحية. حد هيقول لي في العالم، هقول له يس في العالم، لأن مقوماتنا هي نمرة واحد في العالم من حيث تنوع الأنماط السياحية. كل اللي احنا عايزين نعمله في الموضوع ده أن احنا هناخدهم نمط سياحي نمط سياحي. في حاجات هتاخد معانا 10 سنين، حاجات هتاخد معانا 5 سنين، هتاخد معانا 2 سنين، بس يبقى في خطة مركزة لتنويع الأنماط السياحية المصرية وتنويع الأسواق اللي احنا بنشتغل معاها وهكذا.